كلمة تعود إلى زميلي سعد بن متلع العتيبي. شكرا إذا لكافة الزملاء مشاهدينا الكرام، تتواصل انطلاقاتنا المثيرة وتتواصل أشواطنا والرقص هنا مع هذا الجيل الصاعد نحو النجومية مع فئة الحقائق، وتنوه اللجنة المنظمة لسباقات اللجنة على السادة الفائزين بالمراكز العشرة الأولى بالتوجه فور نهاية كل شوط مشاهدينا الكرام إلى المبنى الجديد الذي يتواجد هنا بالقرب من ميدان 8 كيلومترات لاستلام جوائزهم فوريا، وذلك حرصا من اللجنة المنظمة لسباقات اللجن على تقديم صورة مميزة وخدمة متميزة لكافة المشاركين هنا في أغلى المهرجانات، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى. كما أيضا نرجو من السادة قائدي المركبات توخي الحذر وذلك في متابعتهم للأشواط، وذلك حرصا منا على سلامتهم. عموما ينطلق هذا الشوط مشاهدينا الكرام، والميكروفون هنا يتجول هنا ليتجمل معكم بأصوات الزملاء المعلقين التي تصدح في سماء الأصالة معبرة عن حبها أيضا لهذه الانطلاقات وهذه المنافسات. محمد بن بريك المري والتعليق على مجريات هذا الشوط. شكرا لزميلي سعد بن متلع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، انطلق قبل قليل الشوط السادس للحقائق القعدان في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان الكبير والمرتقب على سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وانطلق قبل قليل الشوط السادس، وانطلق هذا المهرجان أيضا بتوجيهات سامية من سمو سيدي ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه، وبمتابعة كبيرة من سمو الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة، وفي تضافر الجهود. ونذهب أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط لنرى الباز لسعيد بن عبد الله الرومي، هو من سيطر على مقدمة الشوط وعلى زمام الأمور منذ الانطلاق، بينما النقلة على المركز الثاني مع اتصاف المسافة لنرى في ثاني المراكز شاهين لخليفة الغويص السويدي، النقلة على المركز الثالث لنرى رياض لمحمد بن سعيد بن خالد المنصوري هو من يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع اللي أرى يتسلل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات نشوان لسيف بن راشد بن مشروم لكتبي، بينما المركز الخامس أيها الأعزاء ما يخاف لحمد بن جار الله بن حسين البريدي. هذه النتيجة أيها الأخوة الأعزاء للخمس المراكز الأولى، ولكن من خطف الأضواء البازو قادر بناموس الشوط حتى هذه اللحظات وبانفرادة كبيرة عن بقية المشاركين. الله الله الله، سعيد بن عبد الله الرومي، الله، شعار الرومي يسيطر على مقدمة الشوط وبانفراد كبير، ولكني أرى سيلا، الله، السيل الذي يلي الخمس المراكز الأولى، أرى سيل من الحقائق. يا سلام، وميدان الشحانية يحتضن هذا في تجمع الوداد، تجمع الأخوة الأشقاء. المركز الثاني في هذه اللحظات، في هذه اللحظات شاهين خليفة الغويص السويدي، ولكن المركز الثالث، أول نداء للمركز الثالث اللي يتسلل في هذه اللحظات، مهاجم لسالم بن سيف بن كليب، وهجم مهاجم إلى المقدمة. المركز الثالث في هذه اللحظات المتحد لمحمد بن بخيت الزعيري. المركز الرابع أيها الأخوة الأعزاء أرى فيه ظبيان للدود الرملي العامري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود إلى مقدمة الشوط. الباز لعلي سعيد بن عبد الله الرومي، ولكن يمضمر ومالك الباز. أرى الهجوم بداني المراكز، أرى القدوم الملموس، أرى القدوم الخطير، أرى قدوم مهاجم الذي هجم مهاجم وقادم إلى مقدمة الشوط، ولكن ما زال الباز متشبث الباز بالمقدمة، المسافة تتقلص. يا سلام، اصمد يا الباز، اتجمل يا الباز، الله الله الله، ولكن مهاجم هجم مهاجم
إلى مقدمة الشوط، يقلص المسافة، هو أول الواصلين من الخلف. أيضا المركز الثالث، المركز الثالث شاهين لسهيل بن سالم السلمي، ولكن الله حتى هذه اللحظات الباز صامد ومهاجم قادم، الباز صامد ومهاجم قادم، الباز هو الأقرب لتحقيق الناموس. سعيد بن عبد الله الرومي منذ الانطلاقة، منذ الانطلاقة وهو يسيطر على مقدمة الشوط، ولكن يا سلام شاهين محمد بن علي بن راشد الخميساني أتانا في الوقت المناسب، حسم الأمور الخميساني على ظهر شاهين، ظهر شاهين يحتضن شعار الخميساني. تهانينا اللحظات الأخيرة، تهانينا لشاهين، تهانينا لمالك شاهين محمد بن علي بن راشد الخميساني. الله أتانا في وفاجأنا في اللحظات الأخيرة. المركز الثاني أمسى من نصيب مهاجم لسالم السيف بن كليف، بينما المركز الثالث أمسى من نصيب المركز الثالث أمسى من نصيب المتحد لمحمد البخيت الزعيري، بينما المركز الرابع أتانا فيه الشارد لحمد بن عبد الله العفاري، بينما المركز الخامس أمسى من نصيب ظبيان للدودة الرملي العامري. هذه النتيجة أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة الأولى، ونشاهد في هذه اللحظات لحظات اختطاف شاهين لمقدمة الشوط، وها هو يصل إلى خط النهاية، قطع المسافة 6 دقائق 17 ثانية، 14 جزء من الثانية. ثاني ألف مبروك لمحمد بن علي بن راشد الخميساني، بينما المركز الثاني تهاني موصول للمضمر شاهين حميد بن خميس المشايخ، المركز الثاني اللي وصل في ثاني المراكز الشارد وقطع المسافة في الشارد قدام 6 دقائق 20 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهاني ألف مبروك لمالك الشارد السيد حمد بن عبد الله العفاري، بينما المركز الثالث أتانا في ثالث المراكز المتحد وقطع المسافة المتحد في 6 دقائق 20 ثانية، 11 جزء من الثانية. تهاني لمحمد بن بخيت الزعيري. إذا أيها الأخوة الشوط القادم والكلمة تعود وتدعو